واد يا كريم تعالى بالراحة، بس خلي بالك للمدير ولا حد من المدرسين يشوفنا يا كريم. ماشي خلاص ماشي. الفتان الحمد لله يا كريم. ماشي يا قلبي، كان هيقع يا كريم، كنت فاكر ان هو هيمسكنا. بص بقى يا كريم، احنا هنروح بقى ايه، نحاول نهرب من على اي سور كده، بس خلي بالك المدير ولا محمد الفراش ولا اي حد من المدرسين يشوفنا. يلا بينا. تعالى يا كريم، مفيش حد يا كريم، مفيش حد. يلا انت يالا اللي عند الحمامات، يالا ما تخلص يالا بتعملها ده كله. يلا على فصلك انت وهو جاتك نيلة. الحمد لله ماشي. يا نهار ابيض، لو كان مسكنا كان ضربنا ضرب يا كريم. تعال بالراحه عشان نوصل للبوابه ونهرب منها، مش هنيأس برضه. يلا بينا. يا ولاد الايه، انا ازاي عديت عليهم ما شفتهمش دول؟ العيال دي شكلها عايزه تهرب دلوقتي ورايحه ناحيه البوابه. اعمل انا لازم اروح عند البوابه الناحيه التانيه واقابلهم بره واعلقهم النهارده. مفيش حد يا قناص، تعالى. ماشي يا كريم، يلا بسرعه. ماشي بقى، بس حد يقرب من البوابه النهارده. حطت المدير. يا محمود اللي فيه، لفيت المنطقه كلها وما لقيتش ولا واحد. جدع محمود، بس ازاي مش لقيت ولا واحد؟ لسه سامعهم بعينيا دول من شويه. انا اسف يا مدير. طب يلا اجري بسرعه قبل البوابه، استخبى عندها علشان نمسكهم النهارده. يلا بقى تعالوا لي يا حلوين. استخبى فين بس يا رب؟ استخبى فين عشان نقفشهم؟ عايز مكان حلو كده ما يشوفونيش فيه. هنا. كريم البوابه هناك. ايه يا كريم؟ اخيرا يا قناص، لقينا البوابه اللي احنا بندور عليها عشان نهرب. ايوه طبعا يا كريم، الحمد لله. بص بقى يا كريم، دي اخطر مرحله وصلنا لها يا كريم، وهنعديها وان شاء الله هنعديها، لان هيواجهنا صعوبات كتير جدا. انت جاهز يا كريم؟ جاهز. يلا بينا نهرب. واد يا محمود خلي بالك، يالا جايين عليك اهو عند البوابه، اوعى يفلتوا منك. حاضر يا مدير، انا جاهز نفسك. بس انت تعالى يا كريم، دي اخطر منطقه، احنا كده في الارض الواسعه اللي قدام البوابه على طول. لو حد شافنا يا كريم راقب البوابه اهي يا كريم، جهز نفسك يلا عشان هنهجم. واد يا محمود. حاضر يا مدير، انا مستخبي لهم. هوس وطي صوتك يالا، هيسمعوا يالا، هيهربوا يالا، هيشوفونه. هوس. طب معلش يا مدير، معلش. تعالى يا كريم، تعالى بالراحه، اوعى حد شفنا يا كريم. البوابه هي يا كريم، اخيرا هنهرب يا كريم. بخ ياما حضره المدير. جدع يا محمود. يلا بقى وقعتوا، محدش سمع عليكم بقى، انا المدير، محدش عمره هرب مني. تعملوا لي انتوا الاثنين الهفق. يلا افتح ايدك يالا. حاضر يا مدير، افتح ايدك. بس بالراحه افتح ايدك بالراحه يا مدير. طب يلا.